شايف الزمالك يوقف الجبهات اللي عاملها كولر بشكل كويس جدا، رقم 8 دايما امام عاشور مايل ناحيه علي معلول والشحات يعني. بيعملوا مثلثات صعب جدا مواجهتها. انت شايف الزمالك احسن طريقه يواجه المثلثات والجبهات دي ازاي؟ طيب خلينا نقول ان كده كده الزمالك الراجل بيلعب بطريقه 4-2-3-1 وما بيغيرهاش، فلازم اللي انت بتقول اول حاجه على قصه حسام عبد المجيد وكده، ودي معلومه مش استنتاج يعني، ان الراجل محفظهم فكره اللي هي القانون بتاع خط الدفاع العالي اللي هو ايه، لو خط دفاعك عالي والناس ما بتضغطش ترجع 3-4 خطوات لورا. فالقصه دي متكلمين فيها وبيتمرنوا عليها. فدي حاجه اكيد. الحاجه الثانيه، انت عشان تواجه الجبهات دي لازم تلعب بوينجات بتعرف تدافع او يبقى ليها ادوار دفاعيه. عشان مهما كان يا ميدو الاثنين لعيبتك نص في نص الملعب، الاثنين دول لو واحد فيهم طلع يضطر يقابل وكده هتفضي نص الملعب على الثاني، فدي تبقى مشكله كبيره جدا، خصوصا ان الناحيه الثانيه بيخش لجوه، فهيبقى لوحده، هيبقى الراجل ده لوحده. ما هو لازم اعويس ان ان ان, إن لازم الوينجات لازم يبقى ليها دور دفاعي، ولازم الوينج العكسي يخش لعمق الملعب طبعا. لازم انا عشان كده بقول لك لازم يبقى ليه دور دفاعي في ناحيه الكره، ليه دور دفاعي وللناحيه الثانيه لازم يبقى ليه دور دفاعي. لازم الزمالك يلعب، انا في رايي كانه بيلعب 4-4-2 فلات بالظبط، اكن رقم 10 ده عبد الله مثلا، لو قلنا ان هو عبد الله اكنك بيلعب فيرو تاني و4 4 2 باثنين اللي على الوينجات بيدافعوا اكنهم لعيبه يعني بيلعبوا 4 4 2 عاديه يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان تعمل خطوره على النادي الاهلي في وجهه نظري، انا غير الكور الثابته وغير الكلام ده كله، الاهلي مشكلته في الباك رايت والباك ليفت، لو ضغطت عليهم بعدد كافي او عملت اوفرلود مثلا ناحيه اليمين مثلا سي بيزيزو وعمر جابر وشويه حد، انا اعتقد ان رؤى اللي هيبدا، بس يعني مش خلينا نتكلم في القصه دي بعدين. لازم تعمل اوفرلود في الحتت دي، عشان لو حسين الشحات هو اللي بيلعب، حسين الشحات ما بيردش، حسين الشحات كتير قوي ما بيردش. لو رضا سليم اللي لعب هيبقى في مشكله نادي الزمالك، عشان الراجل ده بيدافع كويس جدا. اوكي فبس.